بقيانين معكم بأجواء التحضيرات لعيد الميلاد وراس السنة، ولكل صبية قررت تقضي سهرة بالبيت مع عائلتها وعلى نطاق ضيق. اليوم رح نقدم لك مجموعة نصائح لحتى تعملي ميك اب خفيف ويكون ملائم كمان لهالمناسبة. وصارت معنا الميك اب ارتست إيمان ديب. مرحبا يا إيمان، صباح الخير. صباح الخير إيمان، أهلا وسهلا فيكي. يعني كل الصبايا 90% منهم حيقضوا السنة بالبيت، حجر يعني كورونا. طوعي خلينا نقول وفيروس كورونا وما في حفلات، فكيف ممكن يكون المكياج اندور وخاصة بهالمناسبة؟ هلا دائما الميك اب اللي بيكون مناسبته بيت او خليني اقول صبح او شيء مفروض يكون كثير هادي ورايق، ويعني مثل ميك اب نو ميك اب هيك بيقولوا له. فنحن اليوم حابين نعمل هذا الشيء للصبية اللي عندنا هون، نعمل ميك اب انه سهرة بيت. تماما. هلا انت مبلشة براس السنة من الصبح للمساء، معناتها تماما تبدأ الصبية من الصبح مثلا هي وقاعدة بالبيت بمناسبة راس السنة، ميك اب خفيف، كيف بتحوله لميك اب سهرة؟ هلا رح نشوف. هلا يعني فينا نحوله لميك اب سهرة، شوف نحن بدنا نقوي الشادو شوي. اوكي، معناتها نحن لما نحن طبعا حاطين الاساسيات الفاونديشن. تمام. هلا بدي اقول نحن عاملين هون الاساس، امورنا جاهزه، انت بس حتشتغلي يمكن هلا ايمان بالعيون. تماما. اوكي تمام، معناتها هلا حنقوي. يمكن دائما يعني في ناس ما بعرف اذا هو موضوع صح ولا غلط، بس باعتبارهم انه كل ما قوينا العين اكثر او حطينا بني اكثر او سموكي اي اكثر، فهون نحن بنكون عملنا ميك اب قوي. فهي معلومة صحيحة ولا لا؟ نحن فينا نعمل ميك اب انه يعتبر للمناسبات، بس هو ماله هالقد قوي. فينا نعمل الميك اب القوي للمناسبات، وفي يعني فيه يكون هادي وللمناسبات، لمسات خفيفة مثلا الرموش اخر شيء مثلا. في هلا السموكي دائما عم يدرج كل سنة، فينا نقويه يعني بطريقة الدمج اكثر بالشادو. اوكي، معناها مو لازم هيك نعمل شيء كثير اوفر لنقول انه خلص هذا لمناسب. تفاجئونا مثلا تفاجئونا من هيك، انه راس السنه فما عاد نعرف الصبيه مين انت، تكلمي حتى اعرفك. تماما. اوكي، هلا نحن شو عم نعمل؟ تخبرينا اكثر ايمان. نحن عم نعمل هلا مديت الاورنج على كامل الجفن. اوكي، دائما الالوان الدافيه الشتويه هي بتكون الاورنج والالوان الترابيه. شو اللي بيميز ميك اب سهرة راس السنة او حتى الكريسماس بكره مثلا؟ بدهم يروحوا الصبايا للاحمر وتدرجاته؟ فيهم يروحوا للاحمر، فيهم اول يعني دائما اذا هلا اذا السهرة بلا الروج الاحمر دائما دارج بالكريسماس وبراس السنة. هلا اليوم نحن بنجيب برا للبيت، يعني نعمل كل شيء اجواء عائليه. تمام، ما تروحوا على حالكم شيء، حطوا ميك اب، حطوا ميك اب، بدكم تلبسوا هيك ثياب حلوين، بس هون بس يعني نحن قاعدين بالبيت. مثل وقت الحجر. حتى لو بالبيجاما يعني فينا ميك اب. مثل وقت الحجر يعني كانوا اذا بدهم يعتبروا ينزلوا يرموا القمامه بالشارع يتأنقوا ويلبسوا مشوار، هذا لانه صرنا نشتاق للطلعه برا البيت. الله هيك يحمي الجميع يا رب. امين يا رب. امين. انا عملت شوي على زاوية العين. اوكي، قد ايه ممكن ياخذ وقت هذا الميك اب ايمان؟ نعم، قد ايه ممكن ياخذ وقت؟ يعني بحدود الثلث ساعة مو أكثر. قد ايه؟ ثلث ساعة. ثلث ساعة، اوكي. ثلث ساعة، من ربع ساعة لثلث ساعة يعني. طيب هلا أنت عم بتقوي يمكن هلا بلشتي معه؟ أنا قويت بس عند زاوية العين، بما إنه ما حنحط لاينر، بما إنه نحن قاعدين بالبيت يعني، فبنقوي بس على زاوية العين. هذا الميك اب فينا نعتبره مناسب لكل اشكال العيون ولا في لا؟ هلا دائما الجفن الواسع بتقدري تتحكمي فيه بكل شيء. هلا لو الجفن صغير بعتبر حالي انا لازم ضوي اكثر كرمال ما يصغر العين. تمام، كل شكل عين الى شيء بيناسبه. تماما، اكيد. حتقوي اكثر من هيك ايمان ولا لا؟ لا بس حنحط شوي على الجفن التحت. تمام، مشان هيك نفتح العين اكثر. وبيضاين ايمان هذا الميك اب؟ يعني مثلا بده تقوي الصبيه بشرتها دهنيه، فانا عملت اول شيء
حطينا فيكسينج باودر كرمال يثبت الميك اب. اوكي حتحطي اي لاينر او لا؟ لا لا ما حنحط اي لاينر بما انه السهره بالبيت حتكون طبيعيه اكثر. تمام تمام. هلا بس حنحط الماسكارا. يعني فعليا نحن استخدمنا لونين، يعني حطينا البيت وشوي بني اخر العين عند زاويه العين هون، وحطينا بالرمش التحت الاورنج مع البني. تمام. وهون بتغط الصبيه 7 ساعات بالمسكرة. حرام عليك، عم يعطي علينا والله. واول مره وثاني دور وثالث دور طبعا مشان هيك يطلعوا الرموش اوضح. واخر شيء بتقول ما لها مبسوطه بمكياجها، يعني لسه في دور مسكرة روحته على حالها. ماشي يا ورده، ماشي يا ورده. والله واقع هذا، والله عم يعطي علينا. صح يا ايمان ولا لا؟ صح بتطور ايمان يعني، وشهد شاهدون من اهلكم. كمان في 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 دور لنوع المسكارا يعني. صح 100%. ممكن تكون هيك منشفه اخر شيء. تماما، فبتضطر انها تعيد يعني. نعمل دور واثنين وثلاثه يعني، مضطرين منكم. ممكن تكون نتيجه حلوه اخر شيء يعني. طبعا ايمان هذا بده، هذا الميك اب يعني بحاجه انه نحن نحط له مثلا اذا صبيه حابه تحط اي لاشز او ما له داعي يعني. تقدر تحط اي لاشز، بس انا بفضل انه يعني كل كل مكان له شيء مشان تفرق الصبيه. يعني عرفتي يعني، ما مو يعني مو مستهلك قاعدين بالبيت ونحط اي لاشز. تماما، الا اذا كان بقى في ضيف خاص او او حدا مهم يعني. او بدهم يطلعوا لايف على الانستغرام او على الفيسبوك. تماما. اوكي، ايش الخطوة اللي بعد حنعملها ايمان؟ نعم، بس فعلا بالمسكرة بتفرق العين. عم تسألك آية شو الخطوة اللي بعدها؟ الخطوة اللي بعدها أنا بدي أحط روج لل للصبية. وفينا نحط هايلايتر كمان خفيف يكون خاص بالبيت. شو الروج اللي رح تختاري اليوم؟ شو اللون؟ حختار لها شيء يعني بين الروزي والبنان. اوكي. طب اذا مشان نحن نستغل الوقت اكثر بركي ايمان، فنبلش بالروج. بالروج يلا. يعني حندمج لونين نحن. ما تماما تمام. هو بيجي الروج آية اخر مرحله. هو بيجي اخر مرحله، اخر مرحله. لا انا عم بسال لانه ممكن تكون الصبايا اللي عم يتابعونا ما عندهم هالخبره بالميك اب، فببلشوا مثلا بالروج بعدين هلا في ناس تعمل العين قبل كل شيء. كرمال يكون الميك اب انظف. يعني الشيء اللي بياخذ وقت يا ورد نبلش فيه اول شيء. طبعا مثل الطبخ مثلا، شوف سناء بتقلنا اللي بياخذ وقت نبلش فيه قبل مشان يستوي كل شيء مع بعضه. هاي عالم الرجل بالنسبة للمكياج والطبخ، بيدمج كله مع بعضه. اوكي ايمان، نحن خبرينا هلا هيك بالخطوات شو شو عم نعمل؟ تفضل. نحن حطينا كونتور بيج روزي على كامل الشفايف. اوكي، هيك مشان يثبت يمكن اللون اكثر. تماما، ونكنتر شوي الشفايف. ونحط الروج، خليني اقول بنحطه مات وشوي ثابت. تمام. ايمان في سؤال. تفضل. هلا الميك اب ارتست بتكون اسهل لها تعمل مكياج لوجها ولا لوج حدا؟ او دائما بيخطر لي هالسؤال على فكره. اسهل انه تعمل ميك اب لحدا كل يوم عم تساوي له. تمام. بتلاقي صعوبه لما تعملي مكياج لحالك؟ لا لا، لحالي لا، بس يمكن هيك بتستمتع اكثر لما تعملي لغيرك. صح؟ تماما. ما نعرف سر المهنه لنا نحن. بتشوف النتائج لانه على مثل لوحه فنيه. عن جد. حطينا هي اول حطينا الروج، حطينا الكونتور بيج روزي، والروج حطينا على بني شوي. بس بدي اقوي البلاشر. تمام. شو تدرج لون بشرتها للصبية؟ شو لونه؟ هي على حنطي بس بيلبق لها البرونز أكثر. أوكي. هي تمام. ويمكن كمان كثير صبايا بيغلطوا إيمان باختيار اللون
الكونتورينج المناسب يمكن ل طبعاً. لبشرتهم، فبتلاقي ممكن تلاقي واحدة بشرتها يعني بيضة كتير. شو بتفضل، شو بتنصحي اللي بشرتها؟ أنا كتير بفضل إنه يعني تدرج كل بشرة وتحط الشيء اللي بيلبق لها. في كتير ناس تقولك بتكون سمرة بدها تفتح، هذا كتير غلط. البيضة فيها تغمق تكة، بس السمرة فيها تفتح تكة صغيرة بس ما فيها تفتح أبدا. تمام. كتير غلط يعني. يمكن هي حتى المشكله بموضوع اختيار الفاونديشن المناسب، الكونسيلر المناسب، فبتلاقي يعني ممكن عن جد يخرب الميك اب كله لانه استعملنا مثلا كونسيلر فاتح يمكن كثير. هلا الكونسيلر نحن فينا نفتح التكه، اما اذا كان في تعب كثير تحت العين وحطينا فاتح حيعمل على ازرق على رمادي كثير، حيعمل شيء بشع يعني. ححط شويه هايلايتر على الانف اوكي، وعلى كراسي الخدود. يعني ميك اب ناعم خفيف ونظيف وحلو ومناسب. يعني نحن حابين نقعد هيك مثل ما كنا عم نقول سهره بالبيت، ما يعني الموضوع ما بده اكثر من هيك يا جماعه، ما بدنا اوفر اكثر من هيك، هيك كثير لذيذ وناعم وهيك بتنبسط في الصبيه. صور وما صور امورنا بتكون بالسليم. ححط ماسكارت حواجب كرمال ما يضل اللون غامق على الشادو. قد بتعمل فرق مسكرة الحواجب إيمان عن جد؟ يعني كثير بتعمل فرق لأنه أوقات بتلاقي لون الشعر غير لون الحاجب تماما. صح. فأنت المفروض تعملي شيء يزبط معك. هلا هي إلى لون المسكرة تبع الحواجب؟ كيف؟ إلى لون؟ طبعا إلى ألوان، وفي منها جيل بس بتوقف الشعرة بتزبطها. هيك نحن خالصين. هذا المنظر الطبيعي اللي بتعطيه كثير كثير حلو. هي عم نشوف مع بعض هلا الفاينل لوك، ميك اب بشكل نهائي. شكرا كثير لك، اهلا وسهلا، يعطيك الف عافيه. ومسي الصبيه كمان اللي كانت معنا، اهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. شكرا لك.